اليوم ربما لا تحتاج إلى إحراق مكتبة لتدمير حضارة. بيي من ريحة كتاب بيعرف شو هو، بدون ما يفتحه بيعرف إنه هذا كتاب قيم ولا لا. حدث كبير أن يكون هناك لغة، حدث كبير أن تكون هناك ورقة مطبوعة. يكفي أن تجعل شعباً يتوقف عن القراءة، عن السفر من خلال كتاب، عن فتح آفاق جديدة، عن الحلم. بكورونا كنت أطلع ما فينا نفتح، افتح المكتبة فوت وسكر الباب وعجوه. بيعني لي أنه أنا هلأ قاعدة شايلة كل شيء حوالي، مفوكسي بس على هودي الكم ورق اللي بإيدي. أنت بالكتاب الورقي أنت عم بتدخلي جزء منك بقلب الكتاب. في هذه الحلقة من الأرض نسافر مع الكتاب في عوالمه السحرية. من الأرض يأتيكم الاثنين الساعة 9 مساءً بتوقيت القدس الشريف.